افتح المجال للسيد اول واحد السيد احمد عبد الحمد الجبوري من جامعه الكوفه، مبرمج بالمودل، مبرمج مبدع، وحقيقه ثقل كبير إلي في انجازات جامعه الكوفه وبرمجياتها. وهو الرجل اللي قدم ان في جلسه الجلسه المشتركه لجامعتي الكوفه وبابل قدم لنا العرض التقديمي. شخصيه اكثر من رائعه على صغر عمرها، على ثقل تجربتها. اترك المجال اللي انا يعني ما قلت لكم ما اقدر امدحهم هو اللي انا احبهم، وحقيقه مو بس احبهم، احبهم واحبهم الى حد العشق، لانه انا مؤمن انه هم المستقبل مو احنا. احنا بالنسبه لنا قلنا نحط تجربه ونحطها على الاساس، وهذا الاساس حننطلق به ان شاء الله. بس انا ارجع واقول هم المستقبل، وهم قادرين متى ما تحت لهم الفرصه ومتى تحت لهم الادوات هم ينطلقون انطلاقه رائعه. هم بلاي ادوات حاليا، بلاي امكانيات، بلاي يوتيليتيز، بلاي تول، يقدمون هذا الانجاز اللي اتمنى انتم تشوفوا اليوم وانتم تحكمون. انا بالنسبه لي حقا في موقف المتفرج للاطلاع عليهم. تفضل استاذ احمد، وقدامك الشير، وانت تعرف تستخدم، واريدك بين قوسين سكتني الي اول واحد وتوكل. أشكرك دكتور عامر، أشكركم. الصوت واضح إن شاء الله دكتور؟ كله أوكي، توكل. يا الله يا الله، ظهرت الصورة يومكم دكتور؟ وضحت وأحسنت، الحمد لله، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السادة الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله صيامكم وقيامكم، ونحن في هذه الليالي المباركة شكري وتقديري واعتزازي على جميع القائمين لهذا المؤتمر لإتاحة الفرصة لي للمرة الثانية لمشاركة بعض المفاهيم والخبرات حول التعليم الإلكتروني مع نخبة من زملائي وأساتذتي. حقيقة في الأسبوع اللي ماضي كانت لنا محاضرة حول منصات التعليم الإلكتروني، كانت مخصصة على منصة مودل ضمن المحور الرابع. اليوم إن شاء الله راح نستكمل هذه المحاضرة الثانية اللي هي راح يكون عنوانها بعض البرمجيات والتولز اللي يتكامل عملها مع منصة مودل وتقدم خدمات مهمة وجميلة لمواقع التعليم الإلكتروني اللي خاصة بالجامعات والكليات. أمام حضراتكم هذه حوالي تقريباً أشهر 6 plugins أو إضافات تعمل ضمن منصة المودل، اللي هي الـ H5P والـ MathType والـ VPL والـ BigBlueButton والـ Configurable Report والـ Custom Certificate. إن شاء الله راح نمر عليها مرور الكرام سريعاً، ما راح أخوض بتفاصيلها وإعدادها وتنصيبها وهذه الأمور، راح أعطي فد overview جداً بسيط عنها وأترك باقي الوقت والمجال لأساتذتي الكرام. في البداية الخاصية الأولى اللي هي الكاستم سيرتيفيكيت، المودل في داخل المقرر الدراسي يتيح لك بغض النظر عن الكاستم سيرتيفيكيت، يوفر لك الباج اللي هي إشارات، أنا أشبهها مثل علامة الطالب القدوة. هذه واحدة من مميزات المودل، بحيث بإمكان الأستاذ خلال المقرر الدراسي يحدد فد متطلبات لإنجاز وإكمال هذا المقرر للطلبة. على سبيل المثال، لو كان عنده فد 10 محاضرات و4 امتحانات و2 واجبات بيتية، الأستاذ يحدد أنه الطالب بعد اطلاعه مثلاً على 10 محاضرات بالكامل وإجراء فد امتحانين من الأربعة وتسليم واجب واحد من هذه، فد شروط الطالب مباشرة بعد هذا الإنجاز مباشرة راح يجي باج أو شارة يثبت بالبروفايل اللي خاص بالطالب. طبعاً هذه من الأمور اللي تضيف التفاعل وفاعلية بين الطلبة فيما بينهم وتشعل روح المنافسة. طبعاً هذه الباجز بإمكان الطلبة أنه يشاركوها على مواقع التواصل الاجتماعي وباقي المواقع الشخصية اللي خاصة بهم. طبعاً أساتذة، بس حب أنوه عن شيء، إذا تشوفون حضراتكم هذه الباجز اللي جوا اللي هي الأورد، كون المودل هو مفتوح المصدر، فهذا الشيء راح يتيح للمبرمجين أنه يضيفون البرامج اللي هم يشتغلوها بإيديهم في داخل المنصة مع المودل العالمية. هذا الشيء طبعاً راح شنو يخضع إلى تقييم، ومن خلاله راح يحصلون على فجوائز. فكل
إضافة راح تشوفوها موجودة مثلا هاي الكاستم سيرتيفيكيت، راح يعني أعرض على حضراتكم لي جوا هي عدد الجوائز اللي محصلتها هاي الإضافة من موقع المودل الرسمي، من موقع المودل الرسمي. طبعا هذا في نموذج جدا بسيط على مستخدم تجريبي من جامعة الكوفة من إحدى المواقع. هذا هو شكل البروفايل مالته، وظاهر أمام حضراتكم هذه حوالي 3 باجات، طبعا كل واحدة لها شروط، ممكن تسميها شارة تفوق، شارة نجاح، شهادة اجتياز من الموقع الفلاني اللي هو مسمى بمركز الوسائل التعليم الإلكتروني. وتلاحظون حضراتكم كيف هي مثبتة في الملف الشخصي اللي خاص بالطالب اللي اسمه مستخدم تجريبي. هذه كانت واحدة من الإضافات. الإضافة الثانية اللي هي كثير ما تحدثوا عنها بالفترة الأخيرة أساتذتي وزملائي دكتور زهير ودكتور عدي من جامعة التكنولوجية، وجه لهم التحية. هذه الإضافة طبعا هي مسؤولة عنها شركة جوبل، اتفقت ويا مودل وإتاحتها بشكل رسمي ومجاني في الإصدار من 3.8 فصاعدا من مودل. طبعا هسه الإصدار وصل إلى 3.8.3، يميز أنه هاي الإضافة أصبحت من ضمن الكور مال مودل، يعني أصبح الإمكان التدريسي من داخل المقرر الدراسي مباشرة بإمكانه يستخدم إضافة الـ H5P. الـ H5P هي شنو؟ برمجية مفتوحة المصدر تمكن الأساتذة من إنشاء محتوى تفاعلي يعزز تجربة التعلم، يعني بإمكانه إنشاء الفيديوهات التفاعلية اللي هي على سبيل المثال ممكن أنت تمشي الفيديو في الدقيقة إلى دقيقتين، ممكن يظهر سؤال للطالب، الطالب يجاوب يحصل درجة، ينتقل للسؤال اللي بعده وهكذا إلى أن ينهي المحاضرة بالكامل. هذه الخاصية راح تضيف نوع من التفاعل في مخرجات وفوائد جدا جيدة للطالب، وتمكن من تواصله ويا تدريسه بطريقة أفضل. أمام حضراتكم ظاهرة هذه اللي هي الـ H5 Interactive Contact. طبعا هذه هي صورة مقتطعة من داخل المقرر الدراسي، حقيقة هو هذا اللي يميزها، يعني يوفر نوع من السهولة. طبعا الـ H5P هي متوافقة مع الـ Google Classroom والـ Learning Management System الأخرى، بس مع المودل راح تكون موجودة في داخل المقرر، يعني أنت ما مضطر تروح على موقع الـ H5P تسوي المحاضرة وتجيب الكود مالتها تضيفه في داخل الـ Learning Management System. الإضافة الثالثة حقيقة قبل أزمة كورونا أكو يعني تجارب جدا محترمة ورائعة لأغلب الجامعات، بس خلي نقول هي مو ضمن الطموح اللي يسمى تعليم إلكتروني بالكامل، بس بعد أزمة كورونا زاد الإقبال على منصات التعليم الإلكتروني بالكامل طبعا بكل دول العالم مو فقط بالعراق بشكل عام. بشكل خاص زاد الطلب على منصات التواصل الفيديوي كالزوم والجوجل ميت والفري كونفرنس كول وغيرها. طبيعة الحال يحتاج الأستاذ أنه يتواصل فيديويا مع طلبته، هذا شيء جدا منطقي وواقعي. طيب من جانب المودل شنو اللي يتوفر؟ من جانب المودل إضافة البيج بلو بوتون أصلا هي نظام مفتوح المصدر أيضا مجاني، عقد المؤتمرات فيديوية عبر الإنترنت، ساهمت في برمجته شركة بلينسايد نتورك، طبعا حاله حال كل منصات التواصل الفيديوي ببعض المميزات مثل عرض الشرائح، مشاركه سطح المكتب، الوايت بورد، الدردشه وغيرها من هالامور. المميز كذلك في هذه الاضافه انه هي متكامله بجميع جوانبها مع منصه التعليم الالكتروني مودل، يعني هذا يمكن الاستاذ من اضافه السيشن والغرف الفيديويه من داخل المقرر، يعني هذا ايضا شيء جدا مميز كما هو الحال موجود في جوجل كلاس روم، وكيف انه الجوجل ميت متوافق وياه، طبعا هي من ضمن خدمات الجوجل. فبالنسبه للاوبن سورس بالمودل عندنا هذه الاضافه اللي هي البيج بلو بوتن، طبعا هذه يعني عملها وتفاصيلها ما راح نخوض بها، بس للتعريف عنها انت محتاج الى سيرفر منفصل لينكس يعني جاهز، وبعدين تجي تنصب عليه هذه الإضافة وتربط هذا السيرفر بسيرفر اللي عليه نظام التعليم الإلكتروني. الشيء المميز أيضا بها راح يصير عندك نظام ويب كونفرنسينج سيستم خاص بيك بجامعتك مجاني بالكامل، وعندك السورس كود مالته، ماكو أي ليميت للوقت، ماكو أي ليميت للعدد. والإضافة المميزة الأخرى أنه أنت تقدر تضيف السيشن من داخل
المقررات الدراسية. يعني ما حاجة لا توجه دعوات ولا تطلب إيميلات ولا تسوي رابط ولا أي تفاصيل، حالة حال باقي الأنشطة ضمن المقرر الدراسي، كأنه تضيف ملف أو تضيف امتحان أو assignment، تجي تضيف البيج بلو بوتن، ينفتح السيشن مع إمكانية الريكورد وباقي التفاصيل. أمام حضراتكم هذا في صورة يعني توضيحية تبين لنا أنه هذه الإضافة هي responsive، يعني متوافقة ويا كل الواجهات سواء حاسبة، موبايل، تابلت وما إلى ذلك. طيب الإضافة الأخرى اللي هي الconfigurable report، هذا الريبورت يتعامل ويا قواعد البيانات اللي يشتغل عليها المودل اللي هي السكيور. طبعاً بطبيعة الحال من ضمن المودل عندك بعض الريبورت اللي أنت تحتاجه، بس حتى يصير الموضوع أكثر احترافياً المودل ما راح توفر لك هذه التقارير الاحترافية، بس بخبرة قليلة من مبرمجين بالSQL راح تقدر تصدر تقارير ما شئت. يعني على سبيل المثال عندنا 21 موقع كلية بالجامعة كلها بالكوفة، يعني في ظرف ساعتين إلى ثلاثة نقدر نطلع كل التقارير اللي مطلوبة من قبل الفريق الوزاري تقريباً كل شهر، وإحنا كل أسبوعين أصلاً نطلع تقارير. أمام حضراتكم هذا على الجانب اليسار، هذا هو كود. طبعاً هذه الأمور هي موجودة جاهزة ولكن تم التعديل عليها وإعادة برمجتها بما تخدم عمل الجامعة. يعني أنت ممكن يجي على بالك تحسب عدد الهيتس اللي خاصة بالتدريسين، عدد الهيتس اللي خاصة بالطلبة، ممكن هسه راح نشوف النموذج. هذا هو نموذج من هذه التقارير في إحدى المواقع أتوقع الهندسة. نعم بالإمكان في كليك واحدة يحسب لك عدد الريسورسز بهذا الموقع بكليك واحدة. تلاحظون حضراتكم التوتال عندنا 358 مقرر في موقع الهندسة، مباشرة يجيب لك التوتال ريسورسز في كل مقرر مع اسم الأستاذ اللي موجود ضمن هذا المقرر. هذا واحد من التقارير، وبمجموع هذه التقارير على باقي الكليات ممكن نسوي إحصائية على كل المصادر والمحتوى التعليمي ل 21 كلية. هذا نموذج. النموذج الآخر هذا ممكن يحسب لنا عدد الامتحانات الإلكترونية. طبعاً اللي يميز هذه التقارير أساتذة أنه أنت بإمكانك تصدرها أكسل. تعرفون حضراتكم لما تصدر عندك أكسل راح تصير عندك البيانات سهلة، ويعني تتيح لك التعامل وياها من جمع ومعادلات وما إلى ذلك. هذا أيضاً واحد من النماذج، راح يحسب لك عدد الامتحانات الإلكترونية في كل مقرر دراسي. هذا هو نموذج، وأيضاً مقابلة اسم الأستاذ اللي مسؤول عن هذا المقرر وعدد الامتحانات في كل مقرر دراسي، طبعا مع لينك مباشرة كليك يوديك على هذه الامتحانات حتى تقدر تطلع على تفاصيله. في جامعة الكوفة يعني اتخذنا في الأسلوب لتقييم الأساتذة من ناحية التعليم الإلكتروني، موضوع ضمان الجودة وهالتفاصيل هذه، فصرنا نحسب الهيتس للأساتذة وللطلبة. كيف؟ احنا مو رايدين بس انه الاستاذ يدخل على المقرر يرفع محاضرته ويدير وجهه ويروح، احنا نريد نحسب ايش قد الاستاذ يتواجد داخل المنصه وداخل الموقع. هذا احنا ما نقدر يعني ما تقدر تحسبه الا تعرف ايش قد تحركات الاستاذ. طبعا الهيتس اللي مقصود بها هو كل تحرك للمستخدم داخل الموقع او داخل المنصه. لذلك على سبيل المثال اذا تشوفون حضراتكم هذه الصوره من احدى المواقع، جاب لي عدد التدريسيين مع كل استاذ وعدد الهيتس اللي موجودة. طبعاً هذا التقرير أيضاً يصدر إلى أكسل، وتقدر تعرف أنت كل أستاذ عندك بهذا الموقع حجم التحرك مالته وحجم الفعاليات اللي يمديها. ممكن أنت بعد الخيار والصلاحية مطروحة إليك تضربها في معادلة، تضربها في فاكتر، تحسب بعض الأمور حتى يعني تقيم الأستاذ. طيب واحدة من الإضافات الجميلة حقيقة اللي هي الـ VPL الـ Virtual Programming Lab، أيضاً هي مجانية ومفتوحة المصدر. جماعة علوم الحاسبات ولا الهندسة البرامجيات اللي يشتغلون على برامج الـ C, C++, Sharp, Perl وغيرها، لما أنت تحتاج assignment من طالب كود برمجي يكتبه الطالب بلا ما يكتب لك إياه بورقة ويدز لك إياه وأنت حاب تشوف الرن والتنفيذ مالته وأنت كنت مهتم بهالمجال، فبإمكانك تستخدم
هذه الإضافة. طبعا هذه الإضافة تنصب في داخل السيرفر اللي يشغل المودل، راح يتيح للطالب ينفذ برامج وإعازات كل هذه البرامج اللي مذكورة أمام حضراتكم من داخل الويب براوزر. يعني ممكن يطلع يعني يسمح للأستاذ يطلع على البرنامج والكود اللي كاتبه الطالب، ومن بعدها إمكانية للأستاذ أنه يصحح ويقيم هذا الأسايمنت ويعطي الدرجة المناسبة لهذا الطالب. هذا أمام حضراتكم واحد من الكودز أو البرامج، أتوقع بالسي يمكن إذا مو أنا مشتبه، من داخل الويب براوزر من داخل منصة مودل. الإضافة الأخرى اللي هي الماث تايب، لو كنت من مختصي الرياضيات أو الكيمياء أو تعمل في مجال كتابة المعادلات الرياضية، طبعاً هاي كثير ما نواجه بها مشاكل في إعداد السؤال، وكثير ما تصلنا أسئلة أستاذ أنا السؤال مالتي عبارة عن معادلة، شلون أكتب للطالب السؤال بصيغة معادلة؟ فكنا دائماً نقول لهم عندك طريقة سهلة جداً، أنه تروح بالوورد تكتب المعادلة وتكملها وتأخذها كصورة وتجي تضيفها وين؟ في منطوق ونص السؤال بحيث تظهر للطالب كصورة وبعدين هو يجاوب. الآن بإمكانك تستخدم هذه الإضافة اللي هي الماث تايب من شركة ويرس، راح تتيح لك كتابة المعادلات الرياضية من قبل الطالب والأستاذ، وأيضاً أكو تولز ثانية بعد مرتبطة بها ديش حتى ممكن تخليك تحل الخطوات مال الحل وتنطيها للأستاذ. حالياً أمام حضراتكم هذا نموذج جداً بسيط عن معادلة رياضية مكتوبة بخط اليد، طبعاً باستخدام خاصيات الذكاء الاصطناعي اللي موجودة بهذه الإضافة، ممكن تتنبأ وتتحسس طريقة الكتابة، ومن بعدها راح أترجم لك كتابة مكتوبة بخط اليد إلى معادلة صحيحة. هذا نموذج أمام حضراتكم أساتذة. طبعاً للملاحظة في منصة مودل عندك الإديتر، هذا الإديتر عندك نوعين، واحد اللي هو اسم الأتو اللي ظاهر أمام حضراتكم، وذاك الثاني التيني WCE. هذه الإضافة طبعاً متوافقة مع الاثنين، والشيء المميز الآخر بها أنه تدعم اللغة العربية بالكامل. يعني بإمكانك طبعاً هذا المعادلة أنا كاتبها بخط اليد على سبيل المثال أجرب، تكتب بخط اليد يتنبأ النظام والإضافة بما موجود ويترجمها إليك بصيغة معادلة رياضية، وبإمكانها تظهر ضمن صفحات الويب بهذه الطريقة للطالب، وراح تسهل لك طبعاً كثير من الأمور والجهد. هذه التو بوتنز اللي ظاهرة أمام حضراتكم، هذه العلامة الجذر، هذه المعادلات الرياضية بصورة عامة. أما هذا حرف السي اللي موجود هو اختصار للكيميكال، إذا كنت من اختصاص الكيمياء فبإمكانك تضغط على هذا البوتنز راح تنفتح صفحة أخرى بها بعض التولز اللي مختصة بالأمور الكيميائية. طبعاً الشيء المميز بهذه الإضافة أنه هي متوافقة مع أغلب الـ LMS والـ CMS والـ HTML والـ XML، مجانية وبالإمكان استخدامها مع كل هذه المنصات اللي موجودة وتدعم اللغة العربية. طبعاً كل ما ذكرنا من ست تولز وبلاكينز هي موجودة جاهزة مع إمكانية التعديل عليها وتشتغل ضمن منصة المودل. الآن راح أتحدث عن آخر موضوع اللي هو هذا تم برمجته بأيادي مبرمجين من جامعة الكوفون، خاص بالجامعة نظام الأساس Student Information System. أي طالب يطلع قبوله في جامعة الكوفة من السنة الأولى يتم تسجيله بهذا النظام. هذا النظام يوفر له إنشاء رقم جامعي، هذا الرقم الجامعي إلى فالترميز على سبيل المثال أول ثلاث أحرف من الكلية، وبعدين أول رقم من سنة القبول، ومن بعدها باقي الأرقام المتسلسلة. الشيء المميز أنه هذا الرقم الجامعي راح يكون مطبوع على الهوية. احنا نفس استخدمنا import export للمودل خليناها هي نفسها حسابات المستخدمين، يعني بحيث نعرف الطالب بمجرد النظر الى رقم الجامعي نعرف هو باي كلية وباي مرحلة. هذا الشيء طبعا راح تكون جميع حسابات الطلبة معرفة وواضحة، حتى الطالب يعني ما راح يتعب ولا يدوخ، مجرد يعني ترفع حساباتهم راح نبلغهم انه حسابك اليوزر اكاونت ورقمك الجامعي المثبت بالهوية، والباسورد الافتراضي من الواحد للستة راح يتغير في اول دخول للنظام. هذا واحدة من الامور. والامر الاخير اللي
يعني حقيقة بآخر فترة، شكرا لك دكتور عامر، هواي دعمتنا بهالموضوع. عندنا قناة على اليوتيوب خاصة بشعبة التعليم الإلكتروني بجامعة الكوفة، حرصنا جدا على أنه نتخذ فد نهج لتدريب الأساتذة ومساعدتهم وكذلك الطلبة، يعني بحيث يعتبر مثل الريفرنس لهم. اتبعنا نهج الفيديوهات هاي القصيرة اللي هي 10 إلى 15 إلى 5 دقائق، ما تتجاوز أكثر، كل فيديو تعليمي مختص بموضوع معين، بحيث الأساتذة يقولون بعد إحنا ما تعبنا بشيء، يعرفون أساتذة بعد الجائحة مباشرة الأمور جت بدون سابق إنذار. فكثير من الأساتذة ناس حسابه ما يعرف يرفع الامتحان شلون كذا، فهذا نموذج من المحاضرات الفيديوية اللي تشوفوا حضراتكم اللي موجودة على القناة الرسمية اللي خاصة بشعبة التعليم الإلكتروني. كل فيديو من عندهم مختص بموضوع معين، واحد على assignment، الثاني على الجروبس، على أنواع الأسئلة، الاختبار، وهكذا. يومية دا يزايد الإقبال والمشاهدة عليها، الحمد لله كانت في الثمرة وخطوة بالاتجاه الصحيح، ساعدنا طلابنا وأساتذتنا من خلال هذه القناة. شاكر حسن استماعكم وأصغاركم أساتذة، أتمنى أنه ما أطلت عليكم قدر ما تكون إن شاء الله المعلومات قيمة ومفيدة للأخوة. شكرا جزيلا، الكلمة إليك دكتور.